الحساب كبير لبطل اوروبا، فان النتيجه تطلع بثنائيه فقط قدام افضل فريق في العالم في الوقت الحالي، انا شايف ان النادي الاهلي خرج بنتيجه كويسه، حتى وان كان ان الاداء لم يرضي الجماهير الاهلاويه بشكل كبير. بس هو طبعا يعني كان من وجهة نظر الجمهور أداؤه مشرف طبعا. كلمة مشرف اختلف فيها، أداء رجولي شوية، أداء حماسي، لكن مشرف مشرف دي زي ماتش مصر والبرازيل 4-3، لما مصر خسرت من المنتخب البرازيل، بس كانت مصر عاملة أداء فعلا مشرف، قدرت تحرز 3 أهداف في منتخب البرازيل، بالرغم ان منتخب البرازيل احرز 4 أهداف في منتخب مصر وفاز في المباراة، ولكن منتخب مصر عامل أداء اكتر من رائع، زي ماتش مصر وايطاليا احنا لعبنا بشكل كويس جدا، وكمان النتيجه كانت ممتازه، لكن انك تقول اداء مشرف اختلف فيها. اداء مشرف دي الجماهير النادي الاهلي كانت بتنتظر ان حتى ممكن يكون السكور اعلى من كده شويه لنادي بايرن ميونخ، بس يبقى فيه اداء مميز انت للنادي شايف الاهلي. ان مدرب نادي الاهلي موسيماني ادار المباراه بالشكل المطلوب فنيا؟ من وجهه نظري انا موسيماني شايف ان هو ادى بشكل جيد، كتير من الجماهير بتلومه تقول انه ما كانش جريء، ان موسيماني ما كانش عنده النزعه الهجوميه في المباراه ضد بايرن ميونخ. انا شايف إن اذا كان موسيماني ما كانش حذر قصاد بايرن ميونخ، هيكون حذر قصاد مين؟ طب هل لعب كهربا كراس حربه يعني انت شايفه ان هو قرار سائد؟ انا شايف انه مش صح، ولكن انت بتحط افتراضات، اي حد كان مكان موسيماني هيفكر في اكتر من تكتيك. النادي الاهلي هل هيتلعب بوليا؟ بوليا كان بعيد جدا، هو بيشارك مع النادي الاهلي بس بعيد عن مستواه نفسيا، اللاعب مش في احسن حالاته عشان مش قادر يسجل مع النادي الاهلي، حتى الجول اللي جابه في نادي الدحيل القطري اتحسب اوف سايد. فانت لو قعدت تقول لو 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 دي افتراضيه، فكل واحد بيقول لو عشان كلمه لو بتريح، لكن لو انت قلت موسيماني كان المفروض يبدا ب3 ارتكاز في نص الملعب، مين قال لك ان النتيجه كانت الماتش هتتغير؟ لو قلت موسيماني كان المفروض يهاجم بشكل اكبر، مين قال لك النتيجه كانت هتتغير؟ الاهلي كان عارف حجمه قصاد بطل اوروبا وحاول يطلع باقل سكور، ولكن الاداء كان مش مشرف من وجهه نظري انا، لان الاداء المشرف زي ما قلت لك انك بتكون عامل اداء يضاهي الفرقه اللي قصادك. اللي ديانكي اللي هو اكثر مهاره، ما هو ده، ما هو احنا، ما هو انت لو قلت ولتر بواليا هيلعب مكان كهربا، ولو قلت تاني هنلعب ب3 ديفندرات، مين قال لك النتيجه كانت ممكن تتغير؟ هي لو دي افتراضيه. بس ده كان اليو ديانكي بدنيا عالي، اليو ديانج بدنيا عالي أوه. بس هو برضه، ما هو كل دي افتراضات، لو 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 اليو ديانج لعب، لو ولتر بواليا لعب، لو محمد شريف لعب، طب انت لو دي افتراضيه مش حقيقيه، انت كلها بتحطها عشان كلمه لو دي بتريحك، لو الماتش ده كان خلص كذا، لو طب انت كان ممكن يلعب ولتر بواليا ويفتح الجيم والاهلي يخسر 6 أو 7، فهي كلمه لو دي عموما بتريح، لكن انا شايف ان هو طلع موسيماني كان واقعي جدا في الماتش ده انه قدر يطلع بنتيجه جيده امام بطل اوروبا. طب ايه النقاط الايجابيه اللي انت شايف ان الاهلي حققها في المباراه؟ النادي الاهلي انا شايف ان هو طلع باكتر من مكسب، النادي الاهلي عموما كان بعيد من بعد تتويج بطوله افريقيا 2013، الجيل اللي كان موجود ده حاليا كله باستثناء وليد سليمان وسعد سمير ما حصلش على طول دوري ابطال افريقيا، دي رقم 1. 2، انت بتلعب في بطوله عالميه زي ديت بيتحط عليك لود كبير وضغط كبير، لعيبه كبيره شاركت في محفل عالمي زي ده، محمد هاني انا شايف ان هو من اكبر المكاسب في مباراة نادي بايرن ميونخ، انت بيلعب عليك الفونسو ديفيز وكومان واحيانا كان جنابري، اللعيب ده كان بيتعرض لضغط او لحمله قويه جدا، انه مش بعد رحيل احمد فتحي نادي بيراميدز، انه مش في كفاءه احمد فتحي، وان هو لازم يرحل النادي الاهلي، لان النادي الاهلي لازم يجيب لعيب افضل منه او لعيب سوبر. اللاعب دوت ادى ماتش كويس جدا، انت مفيش ضغط هتواجهه كنادي اهلي اكبر من مباراه بايرن ميونخ، فاللعيبه خدت مفيش ضغط تعرض له اكبر من كده، خدت خبره كبيره، شاركت في محفل عالمي، حصلت على بطوله افريقيا بعد غياب 7 سنين، فانا شايف ان الاهلي تعددت مكاسبه جدا من البطوله ديت، سواء في المشاركه وقدامه فرصه كمان انه يحقق ميداليه برونزيه ويحقق الانجاز اللي الاهلي عمله في 2006، افضل انجاز للاهلي في تاريخه في كاس العالم دي. فانا شايف ان الاهلي طلع باكتر من ميزه، ابرزها ان بعض اللعيبه بقت مش هيبه، انت بتلعب صوت بايرن ميونخ في